شاء الله. ماتش السوبر خلاص، احنا الاستعدادات هنا، الجمهور الاهلي بيجهز الدخله والاستقبال. الاهلي هيبقى فيه استقبال بدري كده الجمعه، استقبال مشغلين رابطه النادي الاهلي هنا بقاتل مشرف حسام، عامله شغل جبار. وبداوا يستعدوا للدخله، ويستعدوا لاستقبال النادي الاهلي. الاهلي هيوصل يوم الجمعه، فالاستقبال هيبقى استقبال يليق بالنادي الاهلي، خاصه ظروف كورونا قللت. المره اللي فاتت الاهلي لما جه كاس عالم الانديه والسوبر كان ظروف كورونا، فكان في اجراءات احترازيه كتير. المره دي لا، الموضوع اسهل، وهيبقى فيه استقبال رائع. جماهير الاهلي بتدور على التذاكر من دلوقتي، ان شاء الله هيبقى فيه حضور جماهيري كعاده الجماهير المصريه في كل مباراه. شوف مباراه المنتخب يا كابتن اسلام، مباراه منتخب مصر والجزائر كان فيها اكتر من 35000 مصري، مباراه مصر والاردن كان فيها اكتر من 30000 مصري. الحقيقه حضور جماهيري رائع. ولما تبص هنا الجماهير بتدور على تذاكر ماتش تونس الجاليه المصريه، تحس ان انت يعني انت في مصر، عارف انت معكش تذكره اللي بتسمعها طول الوقت، واحنا في مصر مباراه الاهلي هي اللي بتسمعها هنا، معكش تذكره لمباراه تونس بكل الزملاء وكل الاصدقاء اللي موجودين هنا. فنتمنى ان ربنا يكرم المنتخب وبعد كده يكرم النادي الاهلي، ويبقى في عندنا نهائيين سبت واربع بيحققهم المنتخب والاهلي. امبارح كان معايا